نتحدث ان هناك خلاف شديد ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين الاداره التركيه وحكومه اردوغان، وبالتحديد ما يقوم به اردوغان الان في منطقه الشرق الاوسط اصاب بترهيب كبير للاتحاد الاوروبي بعد التصريحات التي صرح فيها منذ اشهر قليله بانه قادر ان يصدر الفرق المرتزقه التي هربت من اوروبا ومن المناطق الموجوده حتى في سوريا وفي العراق الى تركيا ان يصدرها الى الاتحاد الاوروبي مره اخرى. الان يستخدم اردوغان هذه الفزاعه بشكل دائم، وهي فزاعه المرتزقه الدواعش وغيرهم من تنظيم القاعده وتنظيمات الارهابيه لتصديرهم الى الاتحاد الاوروبي لما يحملون من جنسيات المانيه واوروبيه كانت تنضم سابقا لداعش والقاعده وتنظيمات الارهابيه. هنا نقول ان الاتحاد الاوروبي في معركه اساسيه مع الحكومه الاردوغانيه. الاتحاد الاوروبي يضع عقوبات ستكون عقوبات دوليه على اردوغان وعلى حكومته. بعيدا عن تماما عن التدخلات التركيه الداخليه، يعني قادر الاتحاد الاوروبي ان يقوم باصناع المشاكل الداخليه داخل تركيا حتى يكون هناك صدام ما بين الشعب التركي وبين الحكومه الاردوغانيه. الحديث الان ان الاتحاد الاوروبي يضع خطه اساسيه لفرض الهيمنه الثابته على تركيا واظهار بديل اخر لتركيا في دخوله في منطقة الشرق الأوسط، ولا البحث الذي تحدثت عنه إدارة ألمانيا أو الحكومة الألمانية كيف أن نظهر شخصية أخرى مثل أردوغان ولكن يكون تحت طوع الاتحاد الأوروبي بدلا الصراع الداخلي الذي يتم الآن ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين أردوغان. أردوغان صاحب فكرة التشتيت في منظومة الاتحاد الأوروبي من خلال تصدير المرتزقة وتصدير بعض المشاكل الداخلية في منطقة الشرق الأوسط ووضعها في طاولة الاتحاد الأوروبي لإظهار قوة الاتحاد أو من عدمه، ولكن الاتحاد الأوروبي الآن أفاق من تلك المشاكل التي وضعها أردوغان وأصرت الإدارة الألمانية بتحديد تلك العقوبات في آخر العام لوضع حكومة أردوغان في مأزق أمام العالم ككل وأمام الاتحاد الأوروبي. أستاذ محمود، يعني تأكيدا لما ذكرت حضرتك، يعني الرئيس الفرنسي أيضا وجه دعوة مباشرة للاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه التهديدات التركية طبعا بحزم، إلى أين ممكن أن تتجه باريس لوقف هذه التهديدات؟ أعتقد أن باريس لما فعلته من مؤخرا سابقا من مشاكل يعني أثارت غضب العالم الإسلامي، الآن أصبح للرئيس الفرنسي يضع بعض الأساليب ليكون على وجهة الطاولة في الاتحاد الأوروبي. فرنسا تنظر لتركيا من العداء الذي تنظر فيه داخل عقلها هو العداء الإسلامي، ولكن ما بين الصراع ما بين فرنسا وما بين تركيا ستضع في طاولة الاتحاد الأوروبي شروط فرنسا التضايق على الجانب الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لتركيا. فرنسا تريد أن تحصل على مميزات في منطقة الشرق الأوسط وتريد أن تكون هي البديل الأساسي لتركيا، ولكن الاتحاد الأوروبي الذي جعله يتمسك بالجانب التركي لما يحمله من ثقافة إسلامية على حد تعبير الاتحاد الأوروبي قادر تركيا على تعامل مع منطقة الشرق الأوسط في المواجهة ما بين العرب وما بين الأتراك. الحديث الآن أن منطقة الصراع الداخلية في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون ما بين فرنسا وما بين تركيا حتى أن تكون فرنسا تحمل ولاء الضربات القوية في منطقة الشرق الأوسط والتنقيب مثلا في المناطق البترولية والتعاون كمان مع قبرص واليونان والمصر في فترات سابقة أو فترات حالية في تنقيب على القطاع البترولي بدلا من أن تكون تركيا تدخل في صراع داخلي مع المناطق العربية. لكن فرنسا تتعامل في هذه المنطقة الآن لتثير مشكلة أخرى تغطي على المشكلة التي أثرتها من منذ أيام قليلة التي أصيبت بإساءة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآن عن الصراع الفرنسي والصراع التركي هو سوف يكون على طاولة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يتخذ تلك الصراع ويشوف من هو أقوى في الصراع ومن هو البديل الأساسي لتركيا وحكومة أردوغان التي أكدت للاتحاد الأوروبي أنها ضعيفة الآن في مواجهة المشاكل الداخلية داخل إدارة تركيا والمشاكل الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. أردوغان تعامل بثقافة العداء لكل الجميع، العداء لمنطقة الشرق الأوسط، العداء إلى منطقة الاتحاد الأوروبي، العداء حتى للعالم الخارجي والولايات المتحدة وحتى في صراعاته مع روسيا في قطاع سوريا. أردوغان إذا تعامل بهذا المنطق سوف يرحل
عن قريب من الاداره التركيه بعد اشعال فتن. اذا استاذ محمود، اذا يتطلب هذا حسب ما فهمت منك لردع الطموحات التركيه والتهديدات التركيه موقف اوروبي موحد. مدير المركز العالي للدراسات السياسيه الاستاذ محمود حسين، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشره من القاهره.